تعالوا نشوف تقرير كمان عن جهاز أو الجهاز الفني لمنتخب مصر هيواجه تحديات مهمة جدا في الفترة اللي فاتت، هيواجه كمان في اللي جاي يعني محطات كلها مهمة علشان يحقق أحلام الشعب المصري بالكامل. بعد فترة من الزعل أكيد المنتخب بيحاول يصالح جمهوره، وأكيد كابتن حسام البدري بيوضع ده في الاعتبار. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع مرة تانية. أربعة وعشرون ساعة تفصل منتخب مصر الأول عن انطلاق معسكره المفتوح الذي يعد المعسكر الأول الذي سيخوض بعده الفراعنة مع الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري مباريتين رسميتين أمام كل من كينيا وجزر القمر والمقرر لهما 14 و18 من نوفمبر المقبل بالجولتين الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. وببداية المعسكر تأكد غياب المحترفين الستة الذين تم الاستقرار على انضمامهم، وهم محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجي وأحمد حجازي وأحمد حسن كوكا ومحمود عبد المنعم كهربا، نظرا لبداية فترة الأجندة الدولية يوم 11 من نوفمبر المقبل، وكذلك غياب لاعب الأهلي لخوضه مباراة ودية مع الفريق الأحمر بالإمارات بالخامس من نوفمبر، وكذلك غياب لاعب بيراميدز لخوضه مباراة يانج أفريكانز التنزاني في ذهاب دور 32 الإضافي للكونفدرالية. إلا أن جهاز الفراعنة فضل انطلاق معسكر مفتوح يضم لاعب الزمالك المختارين حتى يجهز اللاعبين بعد توقف مسابقة الدوري وتأجيل مواجهات دور 32 لبطولة كأس مصر إلى ما بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما. ويسعى حسام البدري وجهازه المعاون لتجاوز أزمة ضيق الوقت من حيث اكتمال قوام المنتخب قبل مباريتي كينيا وجزر القمر بأيام قليلة، لا سيما وأنه يرغب في ضربة بداية رسمية قوية وحصد أول 6 نقاط بمشوار التصفيات حتى تكون رسالة لكل المنافسين برغبة الفراعنة باستعادة التواجد على العرش الأفريقي وليس مجرد التأهل لكان 2021 فقط.